وتلاقينا صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور يا ستي. اهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بكل متابعينا الاوفياء. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يطول عمرك يا اختي. غنقدم اليوم واحد البيفتيك بالقهوه والكليمونتين. غنحتاج واحد المقدره ديال شخص واحد، ويمكن سيده في دار ولا جوج الافراد اللي عندهم في الدار. نعم، نحتاجوا البيفتيك واحد، كليمونتين واحده. لا تقولش كنستمع لك بوضوح ابوتينا، عاودينا الوصفه شنو تقدمي لنا. نقدم لكم حبيبتي ديالي بيفتيك بالقهوه والكليمونتين. اها، بيفتيك بالكليمونتين وياش؟ والقهوه. كليمونتين والقهوه. نحتاجو واحد بيفتيك. بيفتيك، نعم. كليمونتينه وحده. كليمونتينه وحده. نحتاجو فازت والعصير ديالها بزوج. معلقه كبيره ديال الزيت مديده. والعصير، معلقة كبيرة زيت المائدة، شوية ديال الكبابة، شوية الكبابة والملح. بالنسبة للقهوة اللي غنتبلها، بالنسبة للسيدة اللي عندها وحدة متبلة جاهزة مزيان اللي ما عندهاش، دير فيها غير ربع معلقة ديال السكنجبير. ربع معلقة سكنجبير وباديانة. باديانة ما يخافوش السيدة تستناها تمرر، لأن ماشي مغاديش نطحنوها، راه انفيزيبل. باديانة وربعة الهيلات قهوة. وربعة حبات هيل. وي، وجوج رشيشات ديال القرفة مطحونة. وجوج رشات قرفة مطحونة. هادو هما المكونات اللي عندي. إييه. غادي نصرو طاس ديال القهوة ديالنا اللي معتادين كنشربو كل صباح. ونضيفو لها سكيتشبير وباديانة وقعقلة والقرفة ونفيزيبل، هادشي كاملة. إييه. ونصبو في علبة من الأحسن تكون زجاجية، ونضيفو لها عصير ديال الكليمونتين والزست ديالو، القشور ديالو. أييه، الزست ديال الكليمونتين. ونضيفو له القهوة ونرقدو البيفتيك أوموان ساعة. من بعد نخدم قيلة تكون سخنة، نسخنو فيها الزيت ديالنا ونصبو في البيفتيك، تنطيبو تقريبا 3 دقايق على كل جهة. ومن ملي تنحطو على شي كغير ولا شبكة يرتاح، ضروري نخليو البيفتيك يرتاح باش يجي غزال. وفي الصحن ديال التقديم تنقدموها وترافقوها بشوية ديال الجرجير ولا الخس ولا طوماط دوغيز، وترشو لها من الفوق بالملح. وتزينها بالزست ديال الليمون وتحاول راحة. الله يعطيك الصحة بوتينا، شكرا ليك على الاتصال. شكرا ليك على الاتصال. نعم، وتحية ليك وتحية، نهارك مبروك أيضا، وتحية لكل متتبعينا خارج أرض وطن.